او عن طريق الاتصال بالارقام اللي تظهر قدام حضراتكم على الشاشه. طيب دكتور، يعني دايما بنسمع كلمه او جمله العلاج الطبيعي، ولما نسمعها بالنا دايما بيروح على عدد من زي مثلا الطب البديل للاعشاب او الابره الصينيه او التدليك، التمارين الرياضيه، فبنلاقي دايما ليها مصطلحات كتيره جدا. فحابين في البدايه نبين للمشاهدين معنى علاج الطبيعي او المصطلح معناه ايه علاج الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه كل الحاجات اللي حضرتك ذكرتها دي لا تموت باي صله من مهنه العلاج الطبيعي. مهنه العلاج الطبيعي اخترعها الالمان بعد الحرب العالميه الثانيه لتاهيل جميع المصابين في الحرب. فمهنه العلاج الطبيعي باختصار شديد هي اعاده الشيء الى الوضع الطبيعي، بمعنى لو حد عنده مشاكل في الرقبه او خطا في اسلوب الحياه فبيؤدي الى خلل في ميكانيكا العمود الفقري، سواء في الفقرات العنقيه او الصدريه او القطنيه، فكل هذه الاشياء بتعالج باسلوب اعاده الشيء الى الوضع الطبيعي. لو بنتكلم في مجال العمود الفقري، لو بنتكلم في مجال التاهيل الحركي، عندنا في اصابات المخ زي نزيف المخ او الجلطات او الحوادث، مثلا زي القطع الجزئي في الحبل الشوكي او القطع الكلي، فالعلاج الطبيعي بتبقى دوره تاهيل، ازاي اقدر اساعد مريض من هذا النوع ليس له علاقه بالابره الصينيه، ليس له علاقه بالطب البديل او الكلام ده كله. دي حاجات للاسف في مجتمعاتنا اكتسبت من اجل اشياء اخرى وليس في صميم مهنه العلاج الطبيعي. ما هو احنا دايما بنقول ان كلمه العلاج الطبيعي دي فجاه لقناها بتروح للي انا قلته لحضرتك زي الاعشاب من برضه الاعشاب الطبيعيه، فقول لك لا هو ده علاج طبيعي. فهنا كان ان احنا نبين المفهوم نفسه والمصطلح ده شيء مهم جدا جدا. بالظبط كده بالظبط. طيب يعني احنا معانا اسئله كتيره جدا خاصه بمهنه العلاج الطبيعي، لكن ايضا حضراتكم تقدروا تشاركونا من خلال لوحه الارقام اللي موجوده معانا، تقدروا تختاروا رقم منها واحنا باذن الله نطرح معاكم الاسئله اللي موجوده على لوحه الارقام. طيب دكتور، حضرتك بعد ما وضحت لنا المفهوم بشكل عام لمصطلح العلاج الطبيعي، دايما بيكون كل مهنة لها فئة بتستهدفها بشكل كبير. تمام. ايه اكتر فئة بتكون حاضرة في علاج الطبيعي؟ والله هقول لحضرتك، يعني من خلال انا بمارس مهنة العلاج الطبيعي على مدار اكتر من 20 سنة دلوقتي. ما شاء الله. مجال العمود الفقري مع التقدم التكنولوجي بقى فيه مشاكل كتيرة جدا ومش واضحة. كنا زمان واحنا بندرس كنا بنتكلم من الناس اللي بيجي لها مشاكل في العمود الفقري، الناس الكبيره في السن، الناس اللي بتشيل حاجه تقيله، الناس يعني حاجات معينه. لكن دلوقتي انت ممكن تلاقي الطفل مثلا عنده 13 سنه او 12 سنه بيشتكي من رقبته او بيشتكي من ظهره او تقوسات العمود الفقري بسبب موضوع التكنولوجيا واستخدام الاولاد للموبايلات بعدد ساعات كتيره جدا الحقيقه. فده طبعا بيأثر على نمو او شكل نمو العمود الفقري عند الاطفال. طبعا احنا بسبب الوضع الحركي ليهم، الوضع الخاطئ في خلال ان هو بيقعد مثلا عدد ساعات طويله جدا على الموبايل بشكل خاطئ طبعا. سواء اطفال او في سن الشباب او عدم يعني ممارسه رياضه بشكل قوي جدا، كل الحاجات دي بتاثر على خطا في نمو العمود الفقري. فاصبح مثلا مجال العمود الفقري ما بقاش قاصر على سن ناس كبيره. ايام ما كنا بندرس في الكليه كان دايما موضوع ان الستات اللي عندهم هشاشه بعد سن الياس والكلام ده كله، الناس اللي بتشيل تقيل، الست الحامل، لا لا لا، يعني موضوع الموضوع شائع دايما بين ناس كبار السن. بالظبط ده الكلام اللي احنا كنا بندرسه. لكن في الواقع لا، الموضوع بقى منتشر ما بين سن الاطفال لغايه الناس المسنه. طيب